السلام عليكم. يحارب الوجود الفلسطيني أينما كان، في فلسطين المحتلة وفي الشتات أيضا، حيث تستهدف المخيمات الفلسطينية التي تحولت إلى كابوس يومي للفلسطيني المضطر للإقامة فيها بدون توفير أدنى الحاجات الأساسية. المخيمات الفلسطينية في لبنان والتي يعيش فيها قرابة 530 ألف فلسطيني وفقا لإحصاءات الأونروا، تحولت إلى بيئة طاردة للاجئين أجبرتهم على الهجرة إلى أوروبا. فما طبيعة تلك الظروف التي يحياها اللاجئون الفلسطينيون هناك، وكيف يؤثر ذلك على الوجود الفلسطيني في لبنان؟ كما نطلع في حلقة هذا الأسبوع على الاستيطان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وفي ذاكرة فلسطين نتعرف على تأسيس وانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح التي نعيش ذكرى تأسيسها هذه الأيام، فابقوا معنا. في الباحة اعتصموا وما زلت لهم قدم، ننادي أمة اتحدي، أعد الجند واتقدي، ننادي أمة اتحدي، أعد الجند واتقدي، وفي الأسباط عزم يدي سيطهرهم إذا غدروا. أهلا بكم من جديد. دخلت قضية الوجود الفلسطيني في لبنان دائرة الخطر السياسي والأمني مجددا بعد التوترات الأمنية المتلاحقة في السنة الماضية في أكثر من مخيم، وعقب ارتفاع مستوى التعاون الأمريكي الصهيوني الذي أدى لإعلان القدس عاصمة للاحتلال ووقف الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وبرزت مخاوف على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مرتبطة بتصفية أهم عناوين القضية الفلسطينية، وتتمحور المخاوف حول اشتعال الأوضاع الأمنية في المخيمات بشكل يؤدي إلى عمليات تدمير للمخيمات وتهجير للاجئين ومحاولة فرض حلول مرتبطة بالتوطين. دعونا نتعرف أكثر على هذه المشكلة وعلى مستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان، والذي يعد الوجود الفلسطيني فيها هو من أكبر يعني التواجد الفلسطيني في العالم العربي من حيث يعني أعداد اللاجئين وأوضاعهم بصفة عامة. معنا في الأستوديو لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ طه يونس، الصحفي الفلسطيني المتخصص بشؤون اللاجئين في لبنان. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا. طه معنا في هذه الحلقة. كما يسعدنا أن ينضم إلينا بعد قليل الأستاذ علي هويدي، مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين أيضا من لبنان. دعني أستاذ طه أبدأ بمشاهدة أو بمتابعة هذا التقرير مع المشاهدين الكرام، ثم نعود للنقاش بحول الله، فابقوا معنا. اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في حالة تجاذب متكررة في ظل تجدد الاشتباكات المسلحة بين عناصر فلسطينية بعضها ببعض، والتي أدت مؤخرا إلى توتر الأوضاع وتأزمها.
العديد منهم يتمنى لو أنه لم يعش في هذه المخيمات نظراً لشدة المعاناة التي تمارس عليهم، خاصة في الآونة الأخيرة، موضوع السياج حول المخيمات، موضوع البوابات الإلكترونية، موضوع التجديد على هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين. أيضاً يضاف لذلك افتعال بعض المشكلات داخل المخيمات، وهذا من شأنه أن يعني يجعل حياتهم أكثر صعوبة ويجعل الأمن داخل المخيمات مخترق بشكل كبير لصالح من يريد إنهاء قضية اللجوء الفلسطيني. وما يرجح الوضع أكثر نحو الخطورة هو حالة التقارب الواضحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بتحويل القدس إلى عاصمة لدولة الاحتلال، وتشديد الخناق أكثر على حالة الدعم الواصلة إلى الأونروا، وتؤثر بالتالي على مدى قدرة بقاء اللاجئين وصمودهم في وجه الحرمان. وكانت دائما تطالب الأمم المتحدة وتطالب دول المجتمع الدولي بإيجاد حل لمشكلة اللاجئين، وربما يعني هذا هو السبب الرئيسي الذي منعت بموجبه اللي هو الفلسطينيين من الانسجام أو الاندماج ولو جزئيا في المجتمع اللبناني. ولذلك معاناة الفلسطيني في لبنان معاناة شديدة ومعقدة، وأنا أعتقد أنه هذه المعاناة ستستمر طيلة السنوات القادمة. وبين التدهور السياسي والآخر الاقتصادي وثالث أمني، يبقى اللاجئ الفلسطيني ينتظر مصيره المجهول، إما بتوطين أو تهجير قسري، دون ذكر لإمكانية عودة اللاجئين إلى أراضيهم الفلسطينية التي هجروا منها عام 48. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذن هكذا تبدو الأوضاع في مخيمات اللجوء في لبنان، وهذا يطرح المزيد من التساؤلات حول مستقبل الوجود الفلسطيني هناك كما أشرنا، وحول مستقبل قضية اللاجئين بصفة عامة، كون أن الوجود الفلسطيني في لبنان أو المخيمات الفلسطينية في لبنان تشكل ضمير وجوهر الشتات الفلسطيني كما يصف بعض المراقبين. أستاذ طه، أرحب بك مرة أخرى معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا. ودعنا نفتتح نقاشنا بالسؤال عن أوضاع هذه المخيمات، عن أعدادها، عن طبيعة الحياة فيها، وعن الأوضاع الحالية خاصة في السنوات الأخيرة كيف تبدو؟ يعني في البداية المخيمات الفلسطينية في لبنان بطبيعة الحال هي نشأت بعد النكبة الفلسطينية، أنشأتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم. كان هناك في لبنان 16 مخيم أنشأتها الأونروا في بداية هجرة أو تهجير الذي تعرض له اللاجئين الفلسطينيين من فلسطين، من أراضيهم المحتلة. هذه المخيمات تضاءلت اليوم وأصبحت 12 مخيما. هناك عدة مخيمات تم تدميرها والقضاء عليها إبان الحرب الأهلية التي شهدها لبنان بين عامي، خصوصا المخيمات التي تدمرت بين عامي 74 و76. الآن هناك في لبنان 12 مخيما فلسطينيا منتشرين على بشتى المدن اللبنانية. هناك مخيمات في شمال لبنان، مخيم نهر البارد ومخيم البداوي، هناك مخيمات في العاصمة بيروت، مخيم برج البراجنة ومخيم شتيلة ومخيم مار الياس. أيضا هناك مخيمات في الجنوب. إضافة إلى هذه المخيمات هناك أيضا تجمعات فلسطينية كبيرة تعيش خارج المخيمات الفلسطينية، فلسطينيون يعيشون خارج المخيمات. هؤلاء الفلسطينيون لهم خصوصية خاصة، تجمعات فلسطينية الأونروا لا تعترف بها كمخيمات، وبالتالي لا تقدم لها الخدمات التي تقدم إلى كافة المخيمات الباقية. الواقع الفلسطيني في لبنان بطبيعة الحال هو واقع صعب جدا. هذا الواقع على الصعيد، على كافة الأصعدة، هناك مأساة يتعرض إليها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. على الصعيد الاقتصادي، اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ممنوعون من العمل بأكثر من 70 مهنة، ممنوعون من مزاولتها في لبنان. أيضا هناك مشكلة تتعلق في حق التملك الذي يطالب فيه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان باعتبارهم هم من الآن الجيل الثاني أو الثالث،
هم ولدوا في لبنان وعاشوا في لبنان ولا يحق لهم أن يتملكوا بيوتا في لبنان ولا يحق لهم أن يبنوا بيوتا لهم في هذا البلد. الذريعة التي يتذرع فيها الإخوة اللبنانيون دائما هي ذريعة الحفاظ على حق العودة وعدم لجوء الفلسطينيين نحو التوطين في لبنان، لكن هذه الذريعة في الحقيقة هي ذريعة واهية، لأن الفلسطينيين في لبنان هم أكثر أناس يحتفظون بحقهم وإرثهم بالعودة إلى فلسطين، وهم يرفضون كل مخططات التوطين، لكنهم يطالبون بأن يعيشوا بكرامة في مخيماتهم ريثما يتحقق حق العودة إلى ديارهم إلى فلسطين. تمام أستاذ طه، دعنا نستقبل أستاذ علي معنا عبر الخط الهاتفي. أستاذ علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين من بيروت، أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. أهلا وسهلا بكم، تحية لكم جميعا المشاهدين الكرام. حياك الله. يعني كنا نتحدث عن طبيعة هذه المخيمات وعن أوضاعها قبل أن تنضم إلينا، وبودي أن أسألك بمزيد من الاستفاضة حول هذه المخيمات وكيف وصلت إلى الحد الذي نناقش فيه في هذا الأسبوع مستقبل الوجود الفلسطيني. هل نحن نبالغ عندما نطرح هذا السؤال على طاولة النقاش في برنامجنا من فلسطين، أم أن الأمور فعلا باتت أو وصلت إلى درجة خطورة تستدعي نقاش الوجود الفلسطيني في لبنان بحيث أنه وجود مهدد خلال الآونة الأخيرة؟ يعني أنا باعتقادي الآن اللاجئ الفلسطيني بعد مرور 70 سنة على اللجوء ووجوده في لبنان، يعني للأسف لا زال يعني يعامل معاملة الأجنبي، وبنفس الوقت لا عليه حتى حقوق بقية الأجانب، وهذا طبعا هذه مفارقة عجيبة. فبالتالي الآن هذه واحدة طبعا من البيئة الطاردة والمنفرة للوجود الفلسطيني في لبنان. يعني أنا باعتقادي رأي من المهم جدا يعني تناول هذا الموضوع، خاصة إذا حدثنا في المجال السياسي والمجال الإنساني. في المجال السياسي يعني خوف على مستقبل اللاجئ الفلسطيني في لبنان إطلاقا، اللاجئ الفلسطيني في لبنان وما وجد في أي منطقة من مناطق عمليات الأمروة أو في الشتات لا زال يعني يتمسك بحقه المشروع في العودة إلى بيته الذي طرد منه إبان النكبة في العام 48 وليس إلى أي مكان آخر. ولكن على المستوى الإنساني اللاجئ الفلسطيني في لبنان يعامل معاملة استثنائية بكل ما بكلمة من معنى. الدولة المبيتة لا تقدم أي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء اللاجئين، يعني الحق في الاستشفاء والحق في التعليم والحق في تشكيل المؤسسات والحق في التملك والحق في العمل. تخيل 72 أو أكثر من 72 مهنة لا يحق للاجئ الفلسطيني أن يمارسها في لبنان. المخيمات بقيت على نفس المساحة الجغرافية منذ في العام 48، يعني طوب للفلسطين في العام 48 حوالي 100,000 لاجئ فلسطيني جاءوا إلى لبنان. الآن أعدادهم تتضاعف حسب وكالة الأمور، ونتحدث عن أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني. طبعا مسجل العدد الفعلي ما يقارب من 300,000 لاجئ فلسطيني موجودين في نفس المساحة الجغرافية. هذا طبعا يساهم في المزيد من التسبب بحالات الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية، وهذه المشاكل الاجتماعية تولد أيضا مشاكل أمنية. تخيل أن نسبة البطالة تصل إلى 56%، طبعا هذا حسب إحصاءات وزارة الأمروة. أيضا نسبة التسرب المدرسي 18% تراكمي. نسبة الأمنية حسب مركز دراسات الإحصاء الفلسطيني في رام الله يتحدث عن 25.5% في كل الأمنية بين أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أعلى من حوالي 10 سنوات. حالة الإذلال التي يتعرض لها اللاجئ الفلسطيني على مداخل المخيمات، لا سيما مخيم عين الحلوي، عدم إدخال مواد إغناء إلى المخيم. 22 سنة الآن مر على عدم إدخال مواد البناء إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يعني في لبنان. طبعا ليس كل المخيمات، ولكن مخيمات لبنان بشكل خاص مخيم من مخيمات بيروت. تمام، ابقى معنا أستاذ علي، سأعود لك بعد قليل. أستاذ طه، يعني كما قلت قبل قليل وهذه نقطة مهمة باعتقادي، أن هناك مسوغات عند الدولة اللبنانية تدفعها إلى هذه الإجراءات، سواء فيما يتعلق بمنع اللاجئين من العمل في
كعشرات المهن، البناء في المخيمات والتعليم والصحة وغيرها. هذه المصوغات قد تبدو منطقية بالنسبة للحكومة اللبنانية وقد لا تبدو منطقية بالنسبة للاجئين. في المحصلة الأوضاع التي وصلنا إليها الآن لأحوال اللاجئين في لبنان هي ناتجة عن مجموعة هذه السياسات على مدار العقود الماضية. يعني نحن اليوم نتحدث عن أوضاع متردية بهذا الشكل، بفعل أن الأعداد تزداد والأماكن لا تكفي والخدمات أيضا لا تكفي، وكنا أمام مشهد من هذا النوع. باعتقادك هل لا تزال المسوغات قائمة حتى هذه اللحظة رغم كل ما يحصل الآن؟ يعني باعتقادي ليس هناك مسوغ قانوني للحصار الذي تعرض له المخيمات الفلسطينية في لبنان. هو نعم حصار، هو حصار بكل ما للكلمة من معنى. مخيم عين الحلوة في صيدا، والأستاذ علي هويدي يعرف جيدا، هذا المخيم سيج بجدار أشبه بالجدار الفصل العنصري الذي نجده في الضفة الغربية والذي بناه الاحتلال. هو فعلا هناك حالة حصار وتعامل من زاوية أمنية مع المخيمات. المطلوب هو التعامل مع المخيمات الفلسطينية في لبنان من زاوية إنسانية حقيقية. هناك إذا رجعنا إلى إحصاءات الأونر والتي ذكرتها، هناك نحو 500 ألف فلسطيني، هؤلاء 500 ألف إنسان. بالمناسبة هناك إحصائيات رسمية للحكومة تقول العكس. بالنسبة لإحصائيات الدولة اللبنانية الأخيرة، هناك حوالي ما يقرب بال 176 ألف فلسطيني في هذه المخيمات. هذه الإحصائيات يعني بعض الجهات شككت في أمر هذه الإحصائيات، لكن ما نريد أن نقوله أن نمنع اللاجئين الفلسطينيين من البناء ونمنعهم أيضا من التملك خارج المخيمات. أين يذهب اللاجئ الفلسطيني؟ أين يذهب اللاجئ الفلسطيني اليوم في لبنان؟ هو ممنوع من البناء داخل المخيم، وهو يتعرض للإذلال إذا ما أراد أن يدخل إلى بيته وإلى مخيمه على حواجز تابعة للدولة اللبنانية بمسوغات أمنية عدة. لكن أين يذهب اللاجئ الفلسطيني؟ هنا نشطت شبكات التهريب التي تنشط اليوم على الساحة اللبنانية، وبلغ سعر تهريب الفرد الواحد إلى أوروبا بحدود 8000 إلى 10000 دولار للفرد الواحد. هل هناك إحصائيات ما في هذا المجال؟ في موضوع التهريب ليس هناك إحصائيات حتى الآن في هذا المجال صدرت، أو لا أعتقد أن هناك إحصائيات صدرت دقيقة. لكن في هذا ملاحظ من هذه المخيم، ولكن هناك مقالات صحفية وثقت أن هناك في مخيم عين الحلوي، هذا الكلام منذ شهرين تقريبا، هناك 54 منزل في مخيم عين الحلوي كانوا معروضين للبيع حتى يؤمن صاحب المنزل تكلفة السفر إلى أوروبا. الفلسطيني في لبنان يبحث عن كرامته، يبحث عن العيش في كرامة، لذلك يضطر في بعض الأحيان أن يبيع منزله، ويعني هذا المنزل تعب وكد حتى يبنيه، لكنه اليوم يضطر أن يبيع هذا المنزل ويتوجه إلى شبكات التهريب حتى تصله إلى أوروبا بحثاً عن الكرامة فقط. أستاذ علي، إلى ماذا تشير هذه المقدمات؟ هل نحن الآن في مرحلة التنفيذ الفعلي لمخطط تفريغ هذه المخيمات من اللاجئين، أم أنها أوضاع طبيعية قد تعيشها أي بقعة جغرافية في العالم؟ حتى في الدول المستقرة الناس تذهب بالهجرة وتتعرض لأزمات وما إلى ذلك. نعم، يعني أنا باعتقادي استهداف الوجود الفلسطيني واللاجئين ليس فقط في لبنان، وعندنا في المنطقة عموما، هو يراث هذه المنطقة هذا الثقل الأمني والنوعي للاجئين الفلسطينيين، حتى في المستقبل يسهل يعني شكل قضية اللاجئين للعودة، على اعتبار أن هناك القرار 194 بتاريخ 11/12/42 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات. هذه البيئة الطاردة للاجئ الفلسطيني الآن في لبنان تكرس هذا المفهوم وتترافق مع ما يسمى بصفقة القرن في المستقبل. لذلك يعني رحم الله شفيق الحيط، يعني السفير منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان سابقا، الذي قال بأن يعني لبنان يحب فلسطين ولكن لا يحب الفلسطينيين. وبالتالي الآن على مستوى اللقاءات الثنائية مع أي من المرجعيات السياسية اللبنانية، وحتى على مستوى يعني رؤساء سكن نيابية، يعني يكون هناك تعاطف ما بعد تعاطف على مستوى الأخوي وعلى مستوى الوطني
ومن المفترض ان تعيش بكرامه ولا نرضى ان تعيش بهذا الاذلال داخل المخيم. ولكن للاسف الشديد تحت قبه البرلمان هناك مصالح متبادله بين هذه الكتل النيابيه هي التي تفرض التعاطي مع الوجود الفلسطيني داخل المخيمات. لا نريد ان تتعاطى الدوله اللبنانيه من منطلق امني مع هذا الوجود، بالعكس لو اعطت اللاجئ الفلسطيني حقوقه الاقتصاديه والاجتماعيه هي ضمان للفلسطيني نفسه وضمان للبناني على حد سواء، على اعتبار ان نسبه الفقر ونسبه البطاله داخل المخيمات هذه ستولد مشاكل اجتماعيه وستولد مشاكل امنيه وانعكاسها طبعا سيطال ليس فقط الفلسطيني، الفلسطيني واللبناني. انا ذكرت في بدايه كلامي بان الوجود الفلسطيني في لبنان حقيقه هو استثنائي في ظل عدم توفير هذه الحقوق من الدوله المضيفه، وفي المقابل هناك تراجع لخدمات وكاله الانروا على مستوى الاستشفاء والتعليم والاضاءه وغيرها من الخدمات. اذا لا خدمات من وكاله الانروا الذي يعتمد عليها اللاجئ الفلسطيني بشكل مباشر وتمثل بالنسبه اليه شريان الحياه، وايضا بالمقابل ليس هناك من حقوق من قبل الدوله اللبنانيه. اذا ما هو مصير هذا اللاجئ؟ سيبحث باستمرار الكريم، نعم وانا اتوافق مع ما تفضل به ليست الكريم عندما تحدث بان نعم نعزل في مخيم عين الحلوه، وليس نعزل في مخيم عين الحلوه، في مخيم عين الحلوه وفي مخيم البداوي وبرج البراجلي ومخيم الرشيديه هناك منازل معروضه للبيع، هناك مبالغ العائلات تستلم مبالغ طائله لكي يعني تساهم في دفع لهذا السمسار او ذاك لكي يعني تهريبهم الى خارج لبنان، بالاضافه الى هناك من يبيع اثاث منزله، من يبيع يعني صيغه زوجته وهكذا. اذا المساله ان لم يتم بالفعل تداركها فنحن ذاهبين على المستوى الانساني الى المزيد من التعقيد. هؤلاء الطلاب على سبيل المثال، الطلاب طلاب معهد سبيل عندنا ما يقارب 700 طالب من اعمار المراهقه ب 15 سنه وما فوق، اذا حدث اي تراجع في تقديم الخدمات على هذا المستوى اين سيذهب هذا الطالب في المستقبل؟ سيجري استغلاله بطريقه او باخرى، وخاصه اذا اخذنا بعين الاعتبار بان من عام 2011 حتى الان يعني هناك ما يقارب من 30,000 لاجئ فلسطيني مهجر من مخيمات سوريا الان موجودين داخل المخيمات الفلسطينيه في لبنان، هذا شكل ايضا عبء اقتصادي واجتماعي اضافي داخل هذه المخيمات. اذا هناك بالفعل يعني مشكله اذا صح التعبير معقده ومركبه، الوجود الفلسطيني في لبنان تستدعي تحرك سواء على مستوى المؤسسات الاهليه، على مستوى الفصائل الفلسطينيه، على مستوى اللجان الشعبيه والاهليه للاستمرار في عمليه الضغط على صانع القرار في لبنان. نحن طبعا موضوع استصدار تشريعات من الدوله اللبنانيه من المجلس النيابي او من مجلس الوزراء بصراحه يعني نحن فقدنا الامل في هذا السياق. نعم. الان نخطو خطوات باتجاه النقابات، لا نريد هذه النقابات ان تشعر بان اللاجئ الفلسطيني ينافس اي عامل داخل هذه النقابات، بالعكس وجودنا اذا عمل اللاجئ الفلسطيني في لبنان سينفق يعني ما يحصل عليه من اموال داخل لبنان بخلاف اذا كان لبنان استنزف العماله الخارجيه، وهكذا بالنسبه الى حق في التملك وغيرها من الحقوق الاخرى. الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه للاجئ الفلسطيني في لبنان هو ضمانه وحمايه للفلسطيني نفسه وبالاضافه الى اللبناني، ويجب استثمار نعم. هذا الكم الموجود في لبنان لصالح الفلسطيني. وصلت الفكره استاذ علي، نعم نعم، ارجو ان تبقى معي سعود لك. يعني نحن امام ثلاث سيناريوهات تقريبا او ثلاثة سيناريوهات محتملة للأوضاع التي يعيشها اللاجئون في لبنان، اما وهذا جانب لم نتحدث فيه في الحقيقة، هناك اسباب سياسية للأوضاع التي تجري الان، هناك اسباب داخلية داخل هذه المخيمات، يعني هذه المخيمات تحولت مع مرور الوقت الى هناك مجموعة كبيرة من المشكلات المعقدة داخل المخيمات بتركيبتها التنظيمية والعسكرية والأمنية، وبالتالي نحن امام سيناريو عن معارك داخلية داخل المخيمات، حدوث عملية تهجير منظمة تحدثنا عنها، أو عملية توطين للاجئين الفلسطينيين. أي هذه السيناريوهات ترجح في هذه الفترة؟ يعني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يرفضون التوطين وسيرفضون التوطين،
رفضوه ويرفضونه وسيرفضونه. ليس هناك مجال للتوطين للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ليس ذلك إقلالا بلبنان الدولة التي نحترم ونحب. هذا الموضوع يتعلق بحق العودة وبالتمسك بحق العودة، هذا فيما يخص موضوع التوطين. طبعا هناك جهات تسعى إلى أن تفرض موضوع التوطين، لكن هذا الموضوع أعتقد أنه سيؤول إلى الفشل كما آلت المشاريع السابقة إلى الفشل. الخطر الحقيقي على القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين خصوصا في لبنان ربما يكون في المعارك الداخلية التي تشهدها المخيمات. هناك بعض الإشكالات التي تشهدها المخيمات خصوصا في الآونة الأخيرة، مخيم عين الحلوي كان هناك إشكالات بين حركة فتح من جهة والأمن الوطني مع بعض الجماعات الإسلامية الموجودة داخل هذه المخيمات. المطلوب من الفلسطينيين في المخيمات أن يكونوا حذرين حتى لا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة وحتى لا يخسروا مخيماتهم. جربنا قبل ذلك مخيم نهر البارد، وقد دمر مخيم نهر البارد على رؤوس ساكنيه، نستطيع أن نقول هناك شهداء ذهبوا في مخيم نهر البارد وهناك هجرة أخرى أصبحت في مخيم نهر البارد. هنا الموضوع يتعلق بحكمة الفلسطيني في لبنان وبحكمة القيادة الفلسطينية في لبنان، يجب عليها أن تكون واعية وأن تدرك المخاطر الحقيقية وراء الاقتتال الداخلي الفلسطيني الفلسطيني. لكن تبقى القضية الفلسطينية في لبنان في المنظور الأساسي، أعود وأؤكد، هي منظور إنساني بحت. في الأشهر الأخيرة أو في الشهر الأخير هناك حدثت ثلاث حالات أساسية في المخيمات الفلسطينية في لبنان. طفل من عائلة وهبي من شمال لبنان توفي لأنه لم يجد سرير كي يتعالج في المستشفى، على إثر ذلك لا يستطيع أن يدخل إلى مستشفى حكومي أو خاص. هناك بعض التعقيدات تتعلق في الأموال حتى يستطيع أن ربما يتلقى العلاج. هناك طفل من عائلة وهبي توفي على باب المستشفى، يعني هذه مأساة إنسانية. هناك في مخيم برج البراجنة أيضا رجل فلسطيني كان في أثناء نومه وقع سقف منزله عليه وتوفي، وهذا يتعلق أيضا في البنى التحتية الموجودة في المخيمات والبناء الممنوع في المخيمات. هناك أيضا سوري يسكن في المخيمات في مخيم برج البراجنة أيضا تحديدا، وقد لاقى حتفه قبل أسبوع من الآن من الموت الذي ينتظر اللاجئين الفلسطينيين في هذا المخيم بالتحديد على الطرقات. هذا الموت ينتظرهم على شكل صعقات كهربائية على الطرقات. هنا هذه الثلاث حالات خلال شهر واحد تؤكد على أن المسألة مسألة إنسانية وليست مسألة أمنية. المسألة هي بحقوق شعب كامل، والجنوح في هذه البيئة أو الجنوح الأمني في هذه البيئة هو يعني لا نبرره، ولكنه يعني مجبر الإنسان أن يكون في بعض الأوقات على هذا الجنوح لأنه لا يتلقى أي مساعدات. البيئة التي يعيشها البيئة الاجتماعية، وهذا أمر طبيعي أن يحدث في مثل هذه البيئة هذه الجنوحات. نعم. هل تعتقد أستاذ أحمد، عفوا أستاذ علي، أن ثمة تغيير يمكن أن يحدث في الموقف اللبناني نظرا لاستياء الأحوال يوما بعد يوم في المخيمات؟ يعني أنا أعتقد الآن يعني نحن مقبلين على تشكيل حكومة لبنانية جديدة، ونعمل بالفعل أن تكون يعني هذه الحكومة حكومة يعني النظر بموضوعية إلى الوجود الفلسطيني في لبنان، وتبادر بالفعل إن يكون لها خطوات جادة باتجاه تقديم أو تسيير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لأن سبق وذكرت أنه ضمانة للاجئ الفلسطيني واللبناني على حد سواء. ما تفضل به ضيفك الكريم أيضا من الوعي تجاه ما يخطط للوجود الفلسطيني في لبنان. الآن يراد التضييق أكثر على مستوى الإنساني لهذا اللاجئ حتى يضطر إلى أن يغادر هذا البلد
يعني مرغما ويدفع المبالغ الطائله للسناسره التي تسهل عمليه التهريب. حتى المعارك التي تحصل في المخيمات بين حين الى اخر، وانا باعتقادي هذه المعارك او الاشتباكات هذه يعني مفتعله لكي تساهم ايضا في يعني تشكيل هذه البيئه الطارده للاجئ الفلسطيني في لبنان. فاذا كان اللاجئ الفلسطيني في داخل المخيم غير امن ولا يشعر بالاستقرار، فسيضطر ان يبحث عن مكان اخر سواء داخل لبنان او خارج لبنان. لذلك انا اعتقد الان نحن على المستوى السياسي نحن متفائلين جدا، اللاجئ الفلسطيني في لبنان لا يريد التوطين، وطبعا بالنهايه التوطين حاسب بالطرفين وهو يتقاطع اللاجئ الفلسطيني معنا ذكر في مقدمه الدستور اللبناني، يعني لا توطين يعني في البلد، بحاجه الى موافقه الدوله وبحاجه الى موافقه اللاجئ الفلسطيني، يعني اللاجئ الفلسطيني لا يريد توطين والدولة اللبنانية أيضا لا تريد توطين للاجئ الفلسطيني، وهي حقيقة مفارقة عجيبة جدا يعني، لأنه إذا أعطينا اللاجئ الفلسطيني يعني الحق في العمل ولا الحق في التملك ولا بقية الحقوق، إنه سيساهم في توطين هذا اللاجئ وسينفع يعني حقه في العودة، وهناك يعني طبعا تجارب حاضرة أمامنا الآن. على سبيل المثال يعني اللاجئ الفلسطيني في الأردن يحصل على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وحقه أيضا الحق السياسي. وهل نسمى فلسطين؟ وايضا اللاجئ الفلسطيني اللي في سوريا يحصل على حقوقه الاقتصاديه والاجتماعيه، فهل نسمى فلسطين؟ وكذلك الامر يعني في الضفه الغربيه وقطاع غزه كون مناطق عمليات الامريكا. بالعكس اللاجئ الفلسطيني عندما يمتلك هذه الحقوق هو يساهم في عمليه تركيز هذا اللاجئ من ان يعيش بكرامه الى ان يعني تتحقق هذه العوده. الان المفترض ايضا المجتمع الدولي ان يكون له دور، المنظمات الدوليه يكون لها دور للضغط ايضا على 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 لبنان. لبنان دوله موقعه على الاعلان العالمي لحقوق الانسان في تقريرها السنوي، سواء منظمه العفو الدوليه او هيومن رايت ووتش، عندما تتحدث عن حقوق الانسان في لبنان لان لبنان ينتهك حقوق الانسان الفلسطيني ويعامل معامله التمييز العنصري، وبالتالي تدعو لبنان الى ان يقدم هذه الحقيقة للاجئ الفلسطيني، ولكن للاسف هناك من تصاعد ايجابي على ارض الواقع. نعم، ارجو ان تبقى معي استاذ علي، ما المطلوب من المنظمات الدوليه؟ ماذا تستطيع ان تفعل؟ يعني المنظمات الدولية هي مطلوب منها بطبيعة الحال وخصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بأن تقوم بدورها تجاه اللاجئين في المخيمات. هذا الدور يجب أن لا يقلص، يجب أن لا يحجم. فلسطين لم تعود حتى الآن واللاجئون ما زالوا لاجئين حتى هذه اللحظة، وبالتالي ليس هناك مبررا لتقليص خدمات الأونروا وتقليص المعونات المقدمة لهذه الوكالة الدولية. لكن تقول لك أن الذين يدفعون لم يعودوا يدفعون، وبالتالي الأمريكان حتى العرب لا يدفعون للأونروا، هذه مشكلة كبيرة أيضا. صحيح، وهذا ما هو مطلوب من الجهات الدولية جميعا، أن تعود إلى فلسطين، خاصة الدول العربية تعود وتركز على القضية الفلسطينية وعلى مركزية هذه القضية وأن تدعم هذه القضية. وبالتالي فلسطين حتى اللحظة ما زالت محتلة، الاحتلال الإسرائيلي ما زال يشثم على أراضينا، اللاجئون الفلسطينيون ليسوا ما زالوا لاجئين، أيضا يتكاثرون ويصبح هناك لاجئ ولاجئ ولاجئ، أجيال مختلفة وأجيال جديدة من اللاجئين الفلسطينيين. هذه الأجيال تحتاج إلى دعم عربي ودعم دولي ودعم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا حتى تبقى متمسكة بحقها بالعودة إلى فلسطين. أيضا هناك بعض النقاط التي يجب على القادة الفلسطينيين أن ينظروا بها إلى الفلسطينيين في لبنان والفلسطينيين في الشتات عموما. هذا الدور السياسي المعطل للفلسطينيين في الشتات يجب أن يفعل، هناك مجلس وطني فلسطيني يجب أن يفعل، ويجب أن يشارك الفلسطيني في لبنان والفلسطيني في الأردن والفلسطيني أينما كان في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني حتى ينتخب من يمثله وحتى يشعر في انتمائه السياسي لفلسطين. هناك انتماء حقيقي لفلسطين، لكن هذا الانتماء ما زال منقوصا لدى اللاجئين لأنهم لا يمثلون سياسيا. هذه زاوية مهمة جدا، الفلسطيني في لبنان من حقه
أن يكون له تمثيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية. هذا التمثيل السياسي للأسف هو معطل حتى هذه اللحظات. في أي مصالحة فلسطينية مقبلة على قطبي الانقسام الفلسطيني، حماس وفتح أن يعوا جيدا بأن الفلسطينيين في الخارج لهم أيضا دور سياسي، هو معطل، وهو معطل لأهداف معينة. أنا أقول هو معطل لأهداف معينة قد تعني فريق أوسلو أكثر من غيره. أنت نقلتنا بهذا إلى الحديث عن الموقف الفلسطيني من مشكلة الوجود الفلسطيني في لبنان. في الحقيقة الموقف الفلسطيني يعني يتنوع ما بين الأسوأ والسيء والأسوأ، سواء التنظيمات الفلسطينية أو الموقف الفلسطيني الرسمي، وأعني بذلك موقف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. ما تقييمك لهذا الموقف بصفة عامة؟ يعني موقف السلطة الفلسطينية بما يخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، هي أولا السلطة الفلسطينية لم تتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، وهذا شيء مقدر لها، لكن هذا الحق لم ولن يكون موضع للمساومة. ليس من حق السلطة الفلسطينية أن تساوم على حق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. السلطة الفلسطينية أيضا هي نتاج لعملية أوسلو، أوسلو الذي همش اللاجئين الفلسطينيين في الشتات. لا يحق للكيان السياسي الذي تمخض عن أوسلو أن يأتي ويتنازل عن حق عودة اللاجئين، أو حتى يتفاوض على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. هذا الحق غير قابل للتفاوض. هناك قرارات في الأمم المتحدة تضمن لهؤلاء اللاجئين حقهم بالعودة إلى أراضيهم، وبالتالي نحن كلاجئين فلسطينيين لن نبيع بيوتنا، لن نبيع أراضينا، وبالتالي على السلطة الفلسطينية أن لا ترضخ أبدا للتفاوض، وأن تعي جيدا أنها ليست مخولة أيضا للتفاوض على حقنا في العودة إلى ديارنا. نعم تمام. أستاذ علي اسمح لي بسؤال أخير، هل بالنسبة للفلسطينيين ولمواقفهم الرسمي والتنظيمي والفصائلي، هل بالإمكان أفضل مما كان أو أفضل مما يكون الآن موجود بالنسبة لهم في المخيمات وخاصة في لبنان، أم أن هذا أقصى ما يستطيع الفلسطيني أن يحتفظ به وأن يعني يحققه بالنسبة لقضية كبيرة ومعقدة هي قضية اللاجئين في لبنان؟ يعني أنا باعتقادي الآن نحن أمام مرحلة تقييم ليس فقط لسنة 2018 وبقية السنوات الأخرى، و يعني الانتباه والالتفات إلى خطوات جادة ضرورية جديدة للضغط على صانع القرار في لبنان لتوفير هذه طبعا اللجنة الفلسطينية في لبنان الآن من خلال هذه الفصائل. كانت الدولة اللبنانية في السابق تتحدث أن هناك مرجعيتين في لبنان، الآن لا، في عندنا مرجعية واحدة تتحدث بالحقوق المطلبية الحياتية القضايا اليومية التي يحتاجها اللاجئ الفلسطيني في لبنان، تتحدث عنها بغض النظر عن الخلاف السياسي، ولكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا يوجد هذه الترجمة الفعلية على أرض الواقع. وأنا بتقديري لا، بالإمكان القيام بأفضل مما كان على قاعدة التقييم الذي يحدث الآن لفصائلنا الفلسطينية، لأن الاستمرار بهذه الطريقة وهذا الاستاتيكو الحاصل الآن في مخيمات اللاجئين إذا بقي على حاله فنحن على المستوى الإنساني إلى المزيد من التعقيدات وإلى المزيد من المشاكل في المستقبل، وهذه المشاكل بالنهاية لم يتحمل مسؤوليتها فقط الفلسطيني، وإنما اللبناني أيضا سيتحمل مسؤوليتها بطريقة أو أخرى. لا يقل أبدا هذا الضغط الذي يحصل على اللاجئ الفلسطيني داخل المخيم في حال حدوث أي يعني قضايا أمنية داخل المخيم، أن يتم النظر إلى هذا المخيم على أنه بؤرة أمنية وما إلى هنالك من هذه التسميات المرفوضة. لا، هناك وجه آخر لهذا المخيم، من المفترض أن يتم استثمار هذا الوجه بما فيه خير الشعبين اللبناني والفلسطيني. وقام اللاجئ الفلسطيني في أكثر من مناسبة لأنه يتمسك بحقه في العودة إلى ثلاثاته في فلسطين المحتلة وليس إلى أي مكان آخر، ووجوده في هذا البلد هو وجود مؤقت. وشكرا للبنان حكومة وشعبا يعني على حسن الاستضافة لهذا اللاجئ بين مزدوجين، ولكن بالنهاية يتطلع هذا اللاجئ إلى العودة إلى فلسطين
وليس له أي مطامع أخرى لا في لبنان وليس له مطامع في أي بلد من بلدان العالم، وحتى لضرورة ما حصل هذا اللاجئ على المستوى الفردي على حق على جنسيته على جنسية البلد المريض يعني أبدا بأنه. أشكرك جزيلا أستاذ علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، كنت معنا من لبنان. في نصف دقيقة ممكن تعقيب أخير على هذا الموضوع؟ يعني تعقيب أخير، أنا أقول من الظلم ظلم الشديد يتعرض له الفلسطينيين في لبنان اليوم. الفلسطينيون في لبنان كان لهم دور طويل على صعيد الصراع الفلسطيني مع الاحتلال، هناك دور قدمه الفلسطينيون في لبنان واحتضنوا الثورة الفلسطينية لسنوات عديدة. ظلم أن يستثنى الفلسطينيين في لبنان من القرار السياسي الفلسطيني، أو أيضا ندعو إلى عدم نقل الانقسام السياسي الفلسطيني إلى خارج الوطن المحتل. أشكرك جزيلا أستاذ طه يونس، صحفي فلسطيني متخصص بشؤون اللاجئين في لبنان، شكرا لك كنت معنا. والأستاذ علي أيضا نشكره على ما أضاف في هذه الحلقة، وألتقيكم بعد فاصل قصير مع باقي فقرات الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة كان دوما مثل السرطان يلتهم هذه الأرض الفلسطينية المباركة قطعة بعد أخرى، ويتجه أو يقترب أكثر إلى البلدة القديمة وهي جوهرة القدس، وهي البلدة التي تحتضن المسجد الأقصى المبارك، يقترب أكثر منها إلى بلدة سلوان، وبالتالي هناك استيطان محتدم في تلك المنطقة، فلنتعرف عليه في هذا التقرير. أحمد سبلبان باحث متخصص في شؤون الاستيطان في مدينة القدس. نحن نقع الآن في منطقة سلوان، يقع خلفنا حي بطن الهوى. هذا الحي مستهدف من قبل الجمعيات الاستيطانية مؤخرا، حيث نشطت هذه الجمعيات منذ عام 2004 وحتى هذه اللحظة لزرع المزيد من البؤر داخل منطقة سلوان التي تعاني من الهجمة الاستيطانية، حيث قامت الجمعيات الاستيطانية التي أطلق ذراعها من قبل الحكومة الاحتلال منذ عام 1999 وحتى اليوم بزرع 70 بؤرة استيطانية في منطقة سلوان بهدف السيطرة على البلدة القديمة وعلى محيطها الذي يدعى بالحوض المقدس. واحد من أساليب التهويل التي تستعملها سلطات الاحتلال، أولاً منع المقدس من استغلال أراضيه والحصول على ترخيص البناء، وأيضاً في منطقة بطن الهوى بسبب الادعاء بملكية هذه العقارات يمنع المواطن المقدسي الذي يقطن في هذه في عقارات صنفت عنها عقارات إسرائيلية باستخدام حق الترميم أو حتى بناء أو توسيع هذه الوحدات، وذلك لأن هذه الوحدات اليوم وضعت تحت نظام الحماية، حماية المستأجر الذي يسمح للمواطن المقدسي أن يقطن في هذه العقارات ولكن يمنعه من استغلالها من خلال الترميم و توسيع هذه العقارات، وفي حال قام بأي نوع من أنواع الترميم ممكن أن يتم استخدام هذا كثغرة قانونية من أجل إخلاءه في المستقبل. محمد محيسن من سكان سلوان الحارة الوسطى، أنا ساكن في بناية 5 شقق مستوطنين وسكنتي
السادسة مع المستوطنين. عمالي أنا بكون بالشغل قاعد يعني كل ساعة كل نص ساعة كل ربع ساعة بتصل على الأولاد، بتصل على زوجتي، بتصل على البيت، بتطمن عليهم، بعرف كيف، ما بدي أشوف كيف معنويات الأولاد، بدي أشوف كيف معنويات زوجتي، بدي أشوف كيف وضع البيت. ليش أنا محاصر من جميع الجهات؟ يعني بيني وبينهم طوب، بس طوب سبعة، إذا كسروا الطوب بعملهم بفوتوا علي وأنا بفوت عليهم. السكن هاي والمستوطنين عندي سكن هون وسكن فوق، وكمان كمان ثلاث سكن من الجهة الشمالية من بعد. وأنا ساكن في السكن هاي من هون، وهذا الكرميد اللي خالفوني عليه وجابوا لي البلدية عليه عشان عملته، كان ينزل علي أناني وينزل علي حجار من فوق، والمستوطنين يكبوا علي زبالة من الشبابيك من فوق، وجابوا لي البلدية وخالفوني عليه. إن هم يصلحوا يقيموا يهدوا يكسروا عادي عندهم. أهلا بكم من جديد في هذه الفقرة في ذاكرة فلسطين. نعود بالذاكرة إلى الوراء عقودا من الزمن لنستحضر تأسيس وانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. فإلى هناك اختلفت الرؤى والأيديولوجيات السياسية، وظل الهم الفلسطيني واحدا، فكانت الحاجة إلى راية نضال واحدة، فكانت حركة فتح. تأسيس حركة فتح عام 1962. تأسست حركة فتح في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 على يد تحالف ضم الإخوان المسلمين والبعثيين الفلسطينيين فيما سمي حينها بجبهة المقاومة الشعبية، نتيجة لظهور حركة فتح وتوسعها اندمج فيها العديد من التنظيمات الفلسطينية الصغيرة مثل منظمة طلائع الفداء لتحرير فلسطين، فرقة خالد بن الوليد، وجبهة التحرير الوطني الفلسطينية، وأصبحت جميع هذه المنظمات تمثلها قوات سميت بالعاصفة. قامت فتح بعد حرب عام 1967 بعدد من العمليات الفدائية داخل الكيان الصهيوني، ومن أشهرها معركة الكرامة في 21 من مارس آذار عام 1968. وكان لهذه العملية وغيرها تأثير هام على مصداقية الحركة وتزايد شعبيتها، فاستقطبت العديد من الشباب المتطوع الذي انضم إلى قواعد الفدائيين. لم تعترف الأنظمة العربية بحركة فتح إلا بعد حرب عام 1967 بين العرب والاحتلال الصهيوني، فالتزم الجزائر بعد تولي الرئيس هواري مومديا للسلطة بدعمها، فضلا عن مساندة الرئيس المصري جمال عبد الناصر لها. كما وجدت حركة فتح مناصرة في العديد من الدول كسوريا والأردن. بعد الدخول الصهيوني في لبنان خرجت حركة فتح في أغسطس آب عام 1982 بقواتها وكوادرها إلى عدة دول عربية على رأسها تونس التي احتضنت القيادة والعديد من الكوادر والمسلحين. ولم يكد عقد الثمانينيات ينصرم حتى بدأت ملامح التحول نحو المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني تبرز، غير أن العلامة الفارقة في تاريخ فتح ومنظمة التحرير هي التوقيع على اتفاقية أوسلو، ومن هنا تحول المقاوم إلى مفاوض. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.
بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع. هذه أعطر تحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله.